السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلاي. عدت لكم بحلقة جديدة من لعبات بيس 2018. بطبيعة الحال الديمو في العديد من المشاكل. إذا قمتم بمشاهدة الفيديو الأول الذي نشرته معكم في العديد من المشاكل في اللاج إلى آخره، لا زال ذلك اللاج موجود عندي لحد الآن. الشيء الذي تمت إضافته هي هذه الخانة الخاصة بشراء لعبات البيس 2019. بالنسبة لي أنا لقد قمت بشرائها. لماذا لم تظهر لنا هذه الخانة في البارحة؟ لأنني لم أقم بعد بالموافقة على الخصوصيات الخاصة باللعبة. لهذا السبب الشيء الذي فعلته هو أنني قمت بالموافقة على الخصوصيات بعدما أعدت الدخول للعبة واستطعت أصدقاء فعلها. لقد دخلت الآن للإكزيبيوشن ماتش، لأن العديد منكم قال لي ياسين جرب ليفربول إلى آخره، فريق ليفربول في اللعبة فإنه رهيب جدا، سنختار ليفربول وسنلعب ضد برشلونة. لا زال اللاج كما تلاحظون، اللاج فإنه موجود في هذه المنطقة. ما علينا فعله فقط هو الصبر. الصعوبة البارحة قمت بتغييرها للعب الممتاز، سنترك نفس هذه الصعوبة لكي نقوم بتحدي أنفسنا. إذا خسرنا لقد خسرنا، وإذا فزنا فمن الجيد. في البيس 2018 سأستطيع الفوز على تلك الصعوبة بدون أي مشاكل، لكن في البيس 2019 من الصعب. الشيء الذي فعلته هو أنني قمت بعمل الخطة الخاصة بليفربول وقمت كذلك بحفظها. الآن ما علينا فعله فقط هو الخروج من هنا والدخول للعبة مباشرة. سأقوم بتغيير الزي، هل في إمكاني تغييره؟ عندنا هذا اللون الخاص بليفربول واللون الأحمر، بالنسبة لبرشلونة عندهم اللون الأصفر وهذا ممتاز، سأغيره للون الأصفر لأن لون برشلونة قليلا فإنه يشبه الأحمر الخاص بليفربول. لكي لا تكون عندنا أي مشاكل لقد غيرته. الملعب سنلعب كالعادة في الكامب نو، البارحة لعبنا في الكامب نو وكذلك في إمكاننا اللعب في الفيلتينز أرينا الملعب الخاص بشالكا، لكن فيه صراحة بضعة مشاكل يا شباب. بالنسبة لي أنا لم تحدث لي أي مشاكل عندما لعبت فيه. المشكل الوحيد الذي حدث معي هو أن اللاج كثر قليلا أثناء لعبي في هذا الملعب. لهذا السبب سنختار الكامب نو وبعدها سندخل لكي نبدأ اللقاء. إذا تذكرتم البارحة في هذه اللحظة لقد توقف يا أصدقاء، وعدت لكم مرة أخرى يا أصدقاء، كما قلت لكم لقد توقف التسجيل. لقد أعدت الآن التسجيل مرة أخرى. نفس المشكل الذي حدث معنا أثناء تسجيلنا الفيديو السابق حدث كذلك في هذه المرة. يعني عندما تبدأون في الدخول للقاء فإن الشيء الذي يحدث هو أن لعبة البيس تضغط يا أصدقاء على برنامج التسجيل، ومع الأسف لا أستطيع تسجيل صوت. الآن لقد أعدت التسجيل، ها هو الملعب لقد دخلنا، لا سأخرج من اللعبة مرة أخرى بعدها سأرى هل الصوت لا زال يتم تسجيله أم لا. لكن لاحظوا معي أولا طريقة الدخول. واو الجرافيك رهيب جدا صراحة، الجرافيك الخاص باللعبة رهيب، لازلت أقولها وأكررها، الجرافيك رهيب. سأخرج الآن على السريع وسأعود. تسجيل لحد الآن لم يتوقف، أتوقع بأنه يتوقف قليلا عندما يحدث هناك لاج أثناء الدخول للمباراة. التسجيل فإنه يتوقف لكن بعدها لا يتوقف، لا أعلم لماذا، أتوقع بسبب الضغط، لأن اللعبة تضغط كثيرا على البروسيسور الخاص بالحاسوب أو تضغط على الرام، لست متأكد، لكنها تضغط على شيء ما والتسجيل فإنه يتوقف، لأنني أسجل في نفس الحاسوب الذي أقوم باللعب فيه. لو مثلا كان عندي حاسوب اخر اسجل فيه لما حدث هذا المشكل، بما انني اقوم بالتسجيل في نفس الحاسوب لهذا السبب حدث هذا المشكل. حسنا الخطة كالعادي سنبدا اللقاء الان. لاحظوا واو البيرد فيو رائع جدا. نعم نسيت كذلك، هل في امكاننا تغيير الفيو؟ سنقوم بتجربة هذا الامر في حلقة اليوم لاننا لم نجربها بعد. لقد دخلت اعدادات الكاميرا، اعدادات النظام، تحديد الفروق. حسنا سندخل هنا لاعدادات الكاميرا. اوه في امكاني عمل زوم، جميل. يا سلام الطول، في امكاني تغيير الطول كذلك، اتوقع بان الطول العادي هو هذا تقريبا. في امكاني رفعها حتى السماء. بالنسبه لانواع الكاميرا عندنا البث الحي، عندنا منظور جمهور، عندنا الراسي، عندنا اللاعب، واو جميل جدا، عندنا كذلك الكاميرا الجويه، وعندنا المدى المتوسط، المدى الطويل، والمدى الواسع. هذه الامور الموجوده عندنا لحد الان. والديناميكيه الواسعه مخصصه، هذه الديناميكيه انا الذي قمت بتغييرها الان. هذه الديناميكيه الواسعه العاديه جدا، هذه الكاميرا التي نلعب بها عادي، فيها اثنان في الزوم واثنان في الطول. بالنسبه للزاويه لا يمكنكم اختيارها، اتوقع في امكانكم اختيارها في النسخه الكامله. لهذا السبب سنترك فقط الديناميكيه الواسعه العاديه. وهيا لكي نبدا اللقاء. ممتاز الصوت لحد الان فانه يتسجل، لا توجد اي مشاكل. بدأنا اللقاء الآن، لا وجود لأي مشاكل لحد الآن. الكرة عند ماني، ممتاز عند فيرمينو، خذ يا ماني. لم تذهب عند ماني، ذهب فيرمينو. يا سلام يا سلام، بالنسبة لفيرمينو فإنه خطير، عنده 86 أصدقاء في الهجوم. العرضية لم تصل الكرة عند ماني. حسنا سأضغط عليهم، دونت وري. أحسنتم، الصعوبة لقد أضفناها. فريق برشلونة سيلعب بشكل جيد. البارحة لقد تدربت قليلا، لعبت العديد من المباريات وراء من الكاميرا، لهذا السبب ستلاحظون بأنني أصبحت ألعب جيدا شيئا ما. لازلت لست محترف بعد. محمد صلاح صراحة فإنه خطير جدا في البيس 2019. واو
انا متشوق صراحه لكي اقوم بتجربته، ولما لا شراؤه كذلك عندما سنلعب الماستر ليج. لما لا نقوم بشراء محمد صلاح لاعب رهيب جدا عنده 90، واو قوي، وسيكون غالي كذلك في الثمن. هو محمد صلاح، خر الكره، احسنت. اذا لاحظتم كذلك محمد صلاح لقد خرج من الملعب، لكي تعرفوا بان يا اصدقاء طريقه تحرك اللاعبين فانها اصبحت حقيقيه. احسنت، اخذت الكره منها يا محمد صلاح، ممتاز ممتاز ممتاز. ساحاول المراوغه، مررت، اوه يا سلام دمره، ممتاز ممتاز، خذ، اخذ من الكره، اوه لا توجد ضربه جزاء، غريب جدا. حسنا هيا قليل من الضغط، اوكي اوكي اوكي، مشكل مشكل، ميسي صراحه فانها خطير جدا، علينا الحذر منه. الكره عند ماني، ماني رائع، اعجبتني كذلك طريقه تحركه، لم تصل الكره عند محمد صلاح. حسنا هيا اضغطوا اضغطوا، اضرب اضرب يا فان ديجك، احسنت، ممتاز. الكره عند كلاين، حسنا ذهبت عند محمد صلاح، خذ انت، ممتاز، باس رائع مره اخرى محمد صلاح، محمد صلاح هرب يا حبيبي، ليتس جو يا محمد صلاح، العرضيه من هناك، دمر يا فيرمينو، اوه ضربه راس فيرمينو خطيره جدا. في امكانكم هنا تبديل اللاعبين، اذا لاحظتم لقد ضغطت على التبديل، في امكاني مثلا تبديل محمد صلاح لكني لا اريد صراحه. في امكانكم تبديل اي لاعب تريدونه، لاحظتم هذه الخاصيه الجديده لقد ظهرت، في امكانكم فعلها وفتحها فقط اثناء الاعادات، اذا كانت هناك اعاده طويله مثلا ففي امكانكم تغيير اللاعبين بتلك الطريقه، طريقه جديده موجوده فقط في البيس 2019 غير موجوده في النسخه القديمه الخاصه ببيس 2018. حسنا خذوا 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 الكره، لا زلت لم افز، ممتاز، اوه اعتقدت بانها خرجت لكن انقذها، انقذها ذلك اللاعب. اوكي 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 اوكي، مشكل مشكل، لاحظتم برشلونه ضغطوا عليه، ممتاز ضربه خطا، لاحظوا لاحظوا لقد مرات يا اصدقاء راوغتهم واعطاني ضربه خطا، احسن العمل. لقد خرجت الان في هذه اللحظه لكي اشاهد هل الصوت لا زال يتم تسجيله، فاكتشفت بان الصوت لا زال يتم تسجيله، لان مع الاسف لا يريد ان يحدث لنا نفس الخطا الذي حدث في المره السابقه، وكذلك يجب علينا اكتشاف هذه الامور، لانكم كما تعرفون انا في القناه العب كثيرا العاب البيس وكذلك الجي تي اي. تقريبا قناتي ستكون مخصصة في أغلب الأحيان بكرة القدم، لعبة البيس، وستكون مخصصة بجي تي اي 5، هذه الألعاب التي أحب لعبها كثيرا، كذلك فورتنايت ألعبها، سي اس جو ألعبها، لكن هذه الألعاب أفضل لعبها وراء من الكاميرا، يعني إذا كان عندي مثلا وقت فارغ فإنني ألعب هذه الألعاب. بالنسبة لفورتنايت لست محترف فيها كثيرا، لهذا السبب لا أقوم بتسجيلها صراحة ولا أرفعها لكم، لأنني أعرف أن العديد منكم يحبون مشاهدة المحترفين لكي يتعلموا. بالنسبة لي أنا لست محترف، استطيع اللعب جيدا في كرة القدم، استطيع اللعب جيدا في جي تي اف 5، بالنسبة للألعاب الأخرى لا زلت أتعلمها، سي اس جو استطيع اللعب فيها بشكل جيد جدا، لم يسبق لي أن سجلت أي فيديو خاص بالسي اس جو، لكنني لاعب لست محترف، لن أستطيع اللعب مثلا مع فيز كلان أو شيء من هذا القبيل، أوه رأسي رائع جدا من محمد صلاح، لكنني جيد جدا، استطيع اللعب فيها بدون أي مشاكل، استطيع قتل الناس، استطيع الفوز كذلك، إذا لعبت مع لاعبون جيدون في إمكاننا الفوز، في بعض الأحيان من الممكن أن أسجل لكم حلقة خاصة بالسي اس جو، لكنني لا اعتقد ذلك، لانني دائما العب فيها فقط اذا اردت الاستمتاع بوقتي وليس لتسجيل الفيديوهات. حسنا هيا محمد صلاح اضغط. الان الشيء الذي سافعله هو انني ساركز قليلا في اللعب لكي نستطيع تسجيل الاهداف. بالنسبة لفريق ليفربول فانه خطير جدا، اعجبني كثيرا في هذه البيس. افضله صراحة على فريق برشلونة، اوه كادوا ان يسجلوا هدف علي يا اصدقاء. حسنا ساركز يا اصدقاء. اوكي اوكي اوكي، لن اتكلم كثيرا، ساركز لكي نستطيع ان شاء الله تسجيل على الاقل هدف، رغم انني رفعت الصعوبه لكننا سنستطيع فعلها. خذ، اوه اخذوها اخذوها مني، خذ انت، ممتاز، باس اخر، احسنت، خذ، اوكي اوكي اوكي، ممتاز ممتاز، احسنت يا ماني، ليتس جو ليتس جو، السعودي وماني يا رب، هيا يا سلام، كره رائعه، فيرمينو لم تصل لفيرمينو، وصلت عند ايكان، هيا تعال انت روبنسون، اوكي ممتاز، يا سلام السعودي وماني يا حبيبي يا رب، خذ انت روبنسون، جيد جيد جيد، هيا تحرك، خذ انت ايكان، اوكي خذ انت، ممتاز، حسنا، هاو ذلك الحائط الدفاعي الخاص ببرشلونه خطير جدا، لم استطع اصدقاء المرور، اوكي خذ انت، ممتاز، ويجنالدوم، هيا ممتاز، هيا، اوه كنت اريد المراوغه يا اصدقاء بواسطه محمد صلاح وتسجيل الاهداف، لكن مع الاسف لم استطع، اخذت الكره، فان ديجك عند كلاين، كلاين ذهبت لمحمد صلاح، محمد صلاح، اوه اردت المراوغه، ممتاز ممتاز، ليتس جو ليتس جو، محمد صلاح، مو صلاح كما يسمونه بالانجليزيه،
مع الأسف لم يستطع المرور رغم أن عنده السرعة، لكن يا أصدقاء قلت لكم بأن هذه اللعبة فإنها حقيقية. حتى ولو أن محمد صلاح عنده 90 في إمكانهم أخذ الكرة منه. من هناك يا حبيبي والجول، ليتس جو بويز. حدث الله مرة أخرى، لكن لا يوجد أي مشكل، فيرمينيو يسجل هدف تاريخي ضد برشلونة. أحسنت يا فيرمينيو، واو الأمر رائع جدا. ش فيرمينو دابا يا أصدقاء احتفل مع المشجعون، الجرافيك الخاص بالمشجعين كذلك فإنها رائعة جدا. ش والاحتفالات، واو أول مرة صراحة أشاهد لاعب دابا عند المشجعين لكي يحتفل. أحسنتم محمد صلاح يا حبيبي مع فيرمينو يحتفلون. ليتس جو بوي. ش دقة يا حبيبي، باس بوم تقبهم فيرمينو. أحسنت يا فيرمينو. برشلونة يقومون بتغيير، أخرجوا كوتشينيو وأدخلوا أليكس فيدال. عندي يا شباب سلسلة رهيبة جدا، سنقوم إن شاء الله بلعبها في لعبة البيس لكي نقوم باللعب ضد أغلب الفرق. الحمد لله استطعنا الفوز، أو سجلنا الهدف في الدقيقة 90. لكي نستطيع اللعب ضد أغلب الفرق سنلعب ضد برشلونة، ضد ليفربول، ضد العديد من الفرق المميزة الموجودة في لعبة البيس 2019. بالنسبة للتنقيط سيكون رهيب جدا وسيكون ممتع كذلك في نفس الوقت، وسنلعب بفريق ضعيف وسنلعب ضد الفرق القوية لكي نقوم بتطوير قدراتنا ان شاء الله في لعبه البيس 2019. لكن ساودعكم الان، اتمنى ان المقطع الخاص باليوم اعجبكم. اذا اعجبكم فلا تنسوا يا اصدقاء ادعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا هذا المقطع مع اصدقائكم، والسلام عليكم ورحمه الله. قوه